في عالم متسارع يسابق فيه الإنسان الزمن في محاولات يائسة لردم الهوة بين القدرة والرغبة. في عالم متسارع يلتقي فيه الشخص يومياً برفقته وأصدقائه الافتراضيين عبر الإعلام الجديد أكثر من زوجته وأبنائه. في عالم متسارع أصبحت فيه الكلمة أسرع من الصوت والتغريدة أبلغ من القصيدة. في عالم متسارع تلاطمت فيه الأفكار والمعتقدات على شبكات مجتمعية افتراضية تساوى فيها في حق المشاركة الصالح والطالح، العالم والمتعلم، الفقيه والجاهل، المدرك والمغيب. في هذا العالم المتسارع كان لابد من وجود كلمة الحق ونور الهدى وإطلالة الخير وشروق المعرفة بما يتناغم مع رتم هذا العالم ولا يخالف معتقدنا ومبادئنا وأصالتنا الإسلامية التي نفخر بها في عالمنا الواقعي وعبر كل وسيلة افتراضية. مركز ركن الحوار هو نافذة لهذا العالم يعبر من خلالها الكلم الطيب والبلاغ الحكيم ليصل الملايين بإذن الله، مصداقاً لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزاً يعز الله به الإسلام وأهله، وذلاً يذل الله به الكفر. مركز ركن الحوار هو مركز مختص بالتعريف بالإسلام عبر الإنترنت. نشأت فكرة المركز في أواخر عام 1431 هجرية، كانت فكرة شبابية بسيطة جدا. بدأ المركز كركن بسيط، حاولنا من خلال ذلك الركن أن نصل إلى غير المسلمين عبر الإنترنت ونعرفهم بالإسلام، نتفاعل معهم، نحاول أن نوصلهم رسالة الإسلام. التحق بفريق العمل بمركز ركن الحوار قبل 3 سنوات حينما كنا نؤدي أو كنا نعرف بالإسلام عبر الإنترنت من خلال المواقع المتوفرة والمتخصصة بالشات والحوارات العامة. الحقيقة أنه واجهنا صعوبات كثيرة جدا في التعريف بالإسلام في ضمن مجموعات كبيرة، لذلك وبعد أن اجتمعنا عدة اجتماعات مع فريق العمل خلصنا إلى أنه لابد أن نخرج بمشروع أو فكرة المشروع اللي هو نحن فيه الآن مركز ركن الحوار، بحيث أنه ما يحتاج أنه الشخص يعني يكون مدعو من ضمن مجموعة أشخاص، بل على العكس يتم أخذه إلى غرفة خاصة بحيث أنه يتم الحوار معه ومن بعد ذلك نبدأ بتعريفه بالإسلام. تطورت هذه الفكرة عبر 5 مراحل لأن وصلنا إلى المركز الحالي، مركز يعمل بطريقة مؤسسية، لديه مجموعة من المشاريع وأنظمة تم بناها بطريقة تسمح بالفعل للجميع ممن يملك الخبرة والمهارة في المشاركة معنا في التعريف بالإسلام. كان الهدف من تأسيس المركز هو مشاركة جميع أفراد المجتمع ممن لديه المهارة والقدرة في التعريف معنا بالإسلام. إن الدعوة إلى الله من أجل القربات إلى الله وخير الأعمال، ومع توفر وسيلة تمكن من الوصول لأي فرد مهما علت مكانته وكثرت مهامه أو قل شأنه وقلت معرفته، وقد أصبحت هذه الخدمة مبذولة ميسرة للجميع وبأسعار مقبولة، وهو ما يحتم علينا استغلال ذلك في تبليغ الدين في شتى أقطار المعمورة بلغة جديدة تختلف مفرداتها على ما اعتدناه من سبل تقليدية محدودة الأبعاد. تلك هي لغة العالم المفتوح بمساحاته اللامحدودة. هذا المشروع وهذا المركز يعنى بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة عن طريق وسائل التقنية الحديثة وبلغات عالمية. بدأ باللغة الإنجليزية وثم اللغة الإسبانية، وتباعا وقريبا إن شاء الله اللغات العالمية الحية الأخرى. بلا شك
هذا لم يكن ليحصل لولا فضل الله سبحانه وتعالى، ثم التوجيهات الحكيمة من القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية، ثم تضافر الجهود. مركز ركن الحوار. تقوم الفكرة الأساسية للمركز على إيجاد أرضية مناسبة للحوار المباشر والنقاش الحر عبر شبكة الإنترنت مع الفئات والشرائح المستهدفة بأفضل الوسائل التقنية المتاحة وبأمهر الكفاءات. ويهدف المركز في المرحلة الأولى إلى تعريف 100 شخص يومياً بالإسلام وتفنيد الشبه المثارة حول الإسلام والمسلمين، كما يهدف إلى توفير قنوات وفرص لأفراد المجتمع للمشاركة الفاعلة للتعريف بالإسلام وتدريب وتأهيل الكفاءات في هذا المجال. كما يهتم المركز بالتواصل مع المستفيدين من المركز المسلمين الجدد وتعليمهم والعناية بهم عن بعد. مشاريع المركز. الحوار الإلكتروني هو برنامج تفاعلي عبر موقع المركز الإلكتروني للتواصل المباشر مع غير المسلمين وتعريفهم بالإسلام في حوار فردي مباشر. آلية عمل المشروع. يتم تشغيل المشروع عبر فرق عمل متخصصة تعمل من المركز أو من المنازل، بحيث يتم تغطية 24 ساعة عمل طوال العام، وليتمكن جميع أفراد المجتمع من المساهمة الفاعلة في العمل. يتم متابعة سير العمل عبر نظام متابعة إلكتروني يتم من خلاله توجيه فرق العمل ومتابعتهم، كما يتم آلياً تسجيل جميع الحوارات والنقاشات التي تتم عبر النظام، ثم يقوم فريق من الخبراء بالمراجعة ورفع التوصيات والمقترحات والتي من خلالها يتم عقد الدورات التدريبية لفرق العمل وتطوير الأداء. يعمل مشروع الحوار المباشر الآن 24 ساعة يومياً بفريق مكون من 22 داعية موزعين حول العالم. يعملون هؤلاء الدعاة عبر نظام يسمح لهم بالحوار مع غير المسلمين بالصوت والصورة والحوار الكتابي. عبر هذا النظام يستطيع الداعية معرفة معلومات بسيطة عن الشخص المقابل قبل يبدأ معه الحوار، كما يمكنه أيضا متابعة الحوارات التي تمت مع هذا الشخص إن كان هناك حوارات سابقة مع غيره من الدعاة. هذا النظام ساعد الدعاة على معرفة شخصية الشخص المقابل، وأيضا ساعدتهم في تحليل صفات الشخص المقابل قبل البدء معهم في أي حوار. أكاديمية تعليم المسلم الجديد عن بعد هي أول أكاديمية إلكترونية متخصصة في تعليم المسلم الجديد عن بعد، بطواقم عمل احترافية تهدف ربط المسلم الجديد ببيئة إسلامية وإعانته على بدء حياته الجديدة في بلد إقامته. You know, if there was an academy like the New Muslim Academy established when I came into Islam, people asked me, would you sign up for it? Well, number one, as soon as we have one, which is this one, I am signing up. تدريب وتأهيل المعرفين بالإسلام. قام مشروع التدريب بمركز ركن الحوار بتبني برامج لتأهيل المعرفين بالإسلام لإظهار صورة الإسلام المشرقة في جميع أنحاء المعمورة بكفاءة عالية، من خلال برامج تدريب تستخدم فيها أحدث وسائل وتقنيات التدريب المستخدمة في العالم، سواء للمنتظمين من داخل مدينة الدمام أو عن بعد عبر الإنترنت. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.